إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء تشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العريش. إذن تزامنا مع يوم الجمعة مقبرة لالة مننا عمرة، الناس اللي جاو يترحموا على الموتى ديالهم، الناس جايين يترحموا على الموتى ديالهم، الله يرحمهم أكيد ويصبر الأهل ديالهم والأحباب ديالهم. الناس جايين يترحموا اكيد على الموتى ديالهم هذا اليوم الجمعه، وجايين يتفكروهم الله يرحمهم والله يصبر الاهل ديالهم والاحباب ديالهم مباشره من مقبره لالة مننا اللي كتوجد بشارع محمد الخامس قلب الدين. تزامنا مع يوم الجمعه مقبره لالة مننا عامره، والناس خازين وجايين بطبيعه الحال يزوروا الموتى والأقارب والعائلة ديالهم الله يرحمهم، وكيتفكرهم بطبيعة الحال، كيتفكرهم كيكونوا على يوم الخميس في المساء ويوم الجمعة يوم الخميس مساء ويوم الجمعة صباحا، كتكون المقابر في المقبرة عامرين بالزوار، كيجيو يزوروا الموتى ديالهم يتفكروهم وحيوا معهم صلة الرحيم وحكي له على الدنيا شنو واقع بها، خصوصا الفراق ديال الوالدين صعيب في الحال، ماشي سهل الانسان يفقد شخص عزيز عليه كان معه وما بقاش معه، ماشي سهل ان الانسان يفقد شي واحد اللي هو قريب ليلو، ولكن سنة الحياة هي هذه كما كنقولوا الدرجة ديالنا الدوام لله، اكيد اللي ماشي عمار غادي يلقاه. اذا لازلنا متبع الاوفياء متبع قناة شوف تبي في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العريش، إذن تزامنا مع يوم الجمعة ريتاج الله يرحمهم أكيد اختي الله يرحمهم والله يكون مع الأهل ديالهم والأحباب ديالهم، تزامنا مع يوم الجمعة مقبرة لالة مننا عمرة والزوار جايين يترحموا على الموتى والأقارب ديالهم، جاو يتشكروا الأحباب ديالهم، جاو يزوروا العائلات والأقارب ديالهم. الله يرحم موتى جميع المسلمين، صعيب الانسان انه كان معك البارح واليوم كتجي تزورو تحت التراب، اكيد كان بين غادي يكونوا تحت التراب، اكيد الدوام لله، ولكن كتجي صعيب الانسان انه كما كنقولوا هذه سنة الحياة، ولكن صعيب انك تفقد حد الاقارب ديالك، يعني ديك السيد او ديك السيده كانت بين يعني غير في ساعات قليله او ايام معدوده كانت معك او كان معك، ولكن بين ليله وضحاها اصبح خبر كان للاسف. اذا لازلنا متبع الاوفياء متبع قناه شوف تبي في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مقبره لالة مننا تزامنا مع يوم الجمعه مقبره عامره الأقارب ديالهم والأحباب ديالهم.
لأن تزامنا مع يوم الجمعة المبارك وبالضبط مقبرة لالة مننا قلب مدينة الكريم محمد الخامس، مقبرة عامرة والزوار والناس جايين يزوروا الموتى ديالهم والعائلات الآخرين. مالك تحياتي لك سي مالك، ومرحبا بك. الله يرحم جميع اموات المسلمين يا رب العالمين، الله يرحمهم اكيد.